أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إحنا في حلقة تضيء على رواد الرواد، رواد بحرينيين استضفناهم قبل، وبنشوف بعد مضي 5 سنوات أو أكثر وين وصلوا، هل حققوا أحلامهم، وين خذهم مشوار حياتهم وطموحهم وشغفهم في العمل في ريادة الأعمال. اليوم معانا مريم المنصوري. مرحبا. يا هلا مريم. إحنا اليوم في جومون وهو محل مريم. أول شيء إيش معنى جومون؟ ذكرين الجمهور. جومون هو وراه فلسفة أن إحنا نجيب كل شيء طبيعي حق المستهلك قدامه على الطاولة. على الطاولة. إحنا بدينا أول لقاء وياك كان في 2019. إيه نعم. كنا في يلا نطبخ مع أفنان 4 وكنتي في محل وايد أصغر. صحيح. والحمد لله أنا أشوف اليوم في تطور كبير. عرفي الجمهور شلون خذت مشوارك وشغفك في مجال ريادة الأعمال في مجال الأكل الصحي وبالذات بديل الجبن وبديل الألبان. طبعاً مثل ما تفضلتي إحنا التقينا في 2019، كنت وقتها أسوي بديل الأجبان وكنت أسوي السبريدز من المكسرات. إيه نعم. وكان عندنا وقتها 6 منتجات في السوق. وكنتي تطبخين بعد وتسوين تموين، سوينا المكرونة وسوينا بعد الحلويات. صحيح. أتذكر. إيه نعم. عدة أشكال من الحلويات. إيه نعم. إيه نعم. من هني بدينا في محل مثل ما تفضلتي كان متواضع وصغير، يعني إحنا نتحدث عن 3.25 متر. نعم. انتقلنا بفضل الله حق ريادات، وأحب أقدم شكري حق المجلس الأعلى للمرأة، حق بنك التنمية، وحق الشركة القائمة على المجمع أن أنا قدرت أحصل هاي المكان اللي حالياً مساحته توصل حق 130 متر مربع. نعم. قدرنا أن احنا نسوي المعمل بشكل متكامل وبما فيه اللي هو منطقة الزباين هني. فهذه حاضنة اقتصادية، مشروع مشترك بين المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية، ومثل ما تفضلتي الإدارة عن شركة أمانة، فأنتوا بهالطريقة يهيئون لكم الجو المناسب حتى تنطلقون. شنو التسهيلات اللي تحصلونها من خلال وجودكم كرواد أعمال في ريادات؟ طبعاً وجودنا في أو وجود جومون في المجمع بحد ذاته هذه فيه وايد من التسهيلات، يعني أنت تتكلمين عن غرفة اجتماعات موجودة فوق، المكان مهيئ، فيه اللي هو الأكسسبيليتي أو أن الواحد ممكن أنه هو يشوف الأشياء الثانية اللي هو محتاجها. موقع متوسط في البحرين. توني كنت بقول لك وجوده في منطقة عالي يسهل لنا حق الوصول حق الكاستمرز. نعم. مثلا وحق السبلايرز الثانية. نعم. تقدرين تروحين البديع بسهولة، المنامة، تروحين الرفاع ومدينة عيسى، يعني فالموقع. نعم. أنا أشوف أنه جيد إذا. نعم. ما كان ممتاز. وأنا أتذكر يوم سألتك من هي مريم قلتي لي أنا بنت المدينة. فأني جريب من مدينة عيسى كذا. بالضبط. إيه يعني جريب من البيت هذي. إيه بلاس يعني. إيه فما احتاج إنه يعني وقت ما أنا احتاجت أكون موجودة تحكين عن مع الزحمة 10 دقائق 12 دقيقة وأنا واصلة. نعم. أنا استفدت يعني بركة من رب العالمين بعد. أقول أولا بنك التنمية من ناحية التمويل والتسهيلات فوق ما أنا استفدت من هاي الجهتين، لا ننسى وجود تمكين. نعم. كمؤسسة استفدت منها وايد من ناحية الأجهزة، من ناحية اللي هو حتى توظيف البحرينيين، لأن كنا قبل كان تذكرين كنا فقط شخصين. صح. أنا وعاملة واحدة. إيه. اليوم تكلمين عن 4 أشخاص بدوام كامل. إيه. غير اللي موجودين يعني ونشتغل معاهم كشراكات. شفت بعد أنت حصلتي مؤخرا جائزة التميز حق رائدات الأعمال البحرينيات اللي هي من الشابات اللي هي من المجلس الأعلى للمرأة. صحيح. فعلا كنا وايد فخورين فيك. انا قلت لك مريم صفقت لك وايد ذاك اليوم. فحدثينا عن هاي، شلون قدمتي؟ هل كنتي متامله انك تفوزين؟ هل كان الفوز بالنسبه لك مفاجاه؟ يا ريت تقولي لي عن هالتجربه. انا بكون صريحه معك في موضوع شلون قدمت. كنت موجوده في مكتب اليونيدو. أي نعم. وقتها. أي. والايميل وصل لي، ويعني تعرفين مال السوشيال ميديا ان في الجائزه وقدموا عليها، فكنت اقول لهم او اكو في جائزه كذي كذي، قالوا لي قدمي يشجعوني. نعم. قلت لهم انا قدم؟ قالوا لي إيه عندك المقومات، وقدمت. نعم. طبعا معايير مدروسة ودقيقة والمحل. نعم. ما كان جاهز. نعم. بس ولكن رغم ذلك هم لهم نظرة وبعد نظر، فشافوا وين المشروع قاعد يوصل. اي نعم. انت غير الجائزة بعد قررت تتكلمين عن تجربتك في بيبان. تجربتي ويا بيبان يعني بصراحة من اجمل التجارب اوكي اللي كانت موجودة. دخلت معاهم في الموسم الثاني حق البرنامج. انت
تشوفين 7 دقائق، هاي 7 دقائق اللي تشوفينها حق الانتربرنور في البرنامج هي حصيلة بوت كامب مدتها 3 شهور. خلصنا من التدريب، من بعدها كان في اللي هو تصوير اللي هو الجد. أي نعم. احنا طول فترة التدريب نقدم او البيتش حق منصة، يعني من اللي يدربونكم بالضبط. أي. جدهم المدربين يعطونا ملاحظاتهم، بس وقت الصج مهما يكون المسرح لرهبته. صحيح. الانفسترز الحقيقيين لهم رهبتهم. أكيد. لهم مكانتهم. أكيد. نعم. وناس احنا نشوفهم فوق يعني. نعم. نعم. فستارز ونزلوا وانتي جدامهم. لما يتقدمت وشفت شلون كانوا متفاعلين مع البرودكت. اي نعم. وايد وايد عزز لي الثقة في نفسي. اي نعم. في نفس الوقت حسيت بوايد تواضع. اي. استلهمت منهم اهما، فكلهم لهم باع طويل ومخضرمين في السوق. وانتي فزتي بالاستثمار صح؟ اي كونهم. أي. ان اهما استثمروا فيني هذه بحد ذات نجاح. انا عزيز بس مريم المسؤولية زادت. تونك تقول. هو النجاح. النجاح مسؤولية كبيرة. ان الواحد ما يبي ينزل عن المستوى. بالضبط. اي نعم. والحين انت عندك شركاء. يعني عندي شركاء، فمسؤوليتي تصير مضاعفه. قبل انا شركه روحي، الحين لا، في مسؤوليه ونجاحي. أي. مسؤوليه، فلان السقف ارتفع فحين المسؤوليه تضاعفت. فاذا انا كنت اشتغل 80% اليوم لازم اشتغل 120%. فانت تحديتي نفسك قد هو قدود يا مريم. ان شاء الله. شو رايك الحين ننتقل للمطبخ وتعدي لنا بعض الاصناف اللذيذه الصحيه، وبعد في نفس الوقت كلها من منتجات خاليه من منتجات الحليب من جوم. عدل ان شاء الله. اعزائي كونوا معنا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم من بعد الفاصل. نواصل حديثنا مع مريم المنصوري صاحبة جمون، وهي اليوم بتقدم لنا وصفات صحية وشهية. مريم، التحدي دائما أن الصحي لازم يكون لذيذ. نعم. بتقدرين تحققين هالتحدي؟ أحققه. يلا خلنا نشوف. صحي سريع ولذيذ. يلا خير. إيش بتسوي لنا اليوم؟ بنسوي سندويتشات مفتوحة. طبعاً. نعم. السندويتشات المفتوحة تنفع للعزايم، تنفع حق الريوق، حق الغداء ساعات. نعم. بعد في ناس تحب تأكلها. نعم. بنستخدم خبز السوردو أو اللي بالخميرة الطبيعية. اي نعم. وهو عبارة عن هول جرين أو متعدد الحبوب. اي نعم. طبعاً. إيه. يعطينا فوائد كل الحبوب، كل أنواع الحبوب. صحيح. وللناس اللي يعانون من حساسية ضد الجلوتين بروتين القمح. إيه. ممكن يستخدمون الخبز اللي مصنوع من الشوفان. إيه. أو من الأرز، أو الرايس كيكس اللي هو مثل رقائق من الرز. أيه. ففي اختيارات وايد. وهاي الحلو. أيه. في الخلطات نفسها أن أنت ممكن تسوي نفس الخلطة تخلينها on the side وتأكلونها مع المقرمشات. وممكن يستبدلونها بأوراق الخس أو شرائح الطماطة أو شرائح الخيار، يستخدمونها بدال الخبز. أوكي؟ بنبتدي بأول خلطة اللي هي بتكون خلطة شرقية. أوكي. وما نستغني في الخلطات الشرقية عن اللبنة. أوكي. بس احنا اليوم بنستعمل لبنة اللوز النباتية من جومون، خالية من منتجات الحليب. بالضبط. نعم. اي نعم. ممكن عندنا منها نكهتين، ممكن اللي هي بالليمون اللي حاليا قاعده استخدمها. إيه. او اللي حق اللي يحبون سبايسي، بعد في منها سبايسي. فممكن ان الواحد يحط الكميه اللي هو يحبها، انا بصراحه احبه كثر. اي نعم. ممكن نحط نعناع بعد صح؟ النعناع بيكون بيمشي وايد زين ويا طعم. إيه. ممكن يكون فريش وممكن يكون الجاف. اي نعم. إيه نعم. بنحط حبات الزيتون، الحين احنا مستخدمين اللي هو الزيتون المشوي. بنستخدم الطماطم الكرزيه الملونه. إيه. خاصه احنا موسم الحين في سوق المزارعين صح. بالضبط. بكل الالوان حتى. أيوة. بنفسجي فيه. حتى بنفسجي فيه. صحيح. والجميل ان كل لون له طعم نكهه غير، فلما تحطينهم مع بعض تحصلين توليفه من الطعم. نعم. والالوان اللي تجذب العين. العين تاكل قبل الحلج. العين تاكل. أيوة. قبل الحلج. هذا ما نختلف عليه. فصار عندنا ذي. بعدين فصار عندنا ذي، بنحط عليه شويه كزبره. اي نعم. اوكي. رشه من الكزبره ورشه من الشبت. اي اللي هو الدل القلوله او الشبت. أي. أيوة. بنحط الفجل بعد. اوكي. انزين، لان بعد الفجل غني بالمواد الغذائيه. اي نعم. المفيده، وانا. أي. احبه يعني. أي. يعطي شوي حروره. ايوه. أي نعم. أي. بدون نكهه الفلفل، بس حروره بطريقه ثانيه. اي لسعه. اي وكذي جهز الساندويتش، ولا اسهل ولا اسرع. يقول لنا كلوني. بالعافيه. الله يسلمك.
نبتدي على الحين السندويتش الثانية وبتكون بالنكهة الإيطالية. بناخذ هالمرة من هذه، هو نفس الشيء بس واحد فيهم فيه أعشاب والثاني بدون الأعشاب. باخذ من اللوز ويا الطماطم المجفف من جومون. أوكي. وبنحطه، هو بيكون الأساس. بعدين من فوقها بنحط المشروم. المشروم إحنا سويناه على النار. أوكي. بدون زيت. بس مجرد حطينا عليه ملح لحد ما هو طلع الماي اللي فيه. صح. وانطبخ في الماي. أي نعم. فأخذ الطعام وتركز. أيوة. أوكي. انزين. بعدين فوقه بحط الفليفلة. إحنا اليوم اخترنا الفليفلة الصفراء بس ممكن أي لون أي شيء متواجد في البيت. وبنستخدم بعد الطماط. الطماط اللي بنستخدمه هو الطماط البحريني بعد. نعم. الكرزي. الكرزي. نستقله دام هو في الموسم وموجود وفي منه وفرة. وبعدين اللي بسوي إن أنا بحط عليه رشة من الأوريجانو. أي عشان الطعم الإيطالي يكتمل. أيوة. أي نعم. أي. فالحين صار عندنا الساندويتش الإيطالي. بالضبط. تمام. لكن لحين ما خلصنا بعد. إيه. تبين سوينا إيطالي إيطالي. في مكون. إيه. بنحطه. إيه. اللي هو جبن الموتزاريلا. إيه. النباتي اللي من الكازو. إيه نعم. من عند جومون. هاي صار بعد الحين يشبه البيتزا. إيه. ممكن بعد الفكرة الثانية إنه تستخدمين ذي الخبز بدل عجينة البيتزا وتحطين مكونات البيتزا. بالضبط. ودخلين الفرن وبعد بيكون عندك تنويع ثاني. بالضبط. إيه نعم. وسهالات. إيه. وهذه الحين بيدخل الفرن. مهم. علشان يكون جاهز للأكل. مريم تسلم يدك، صار عندنا ساندويتش شرقي وساندويتش إيطالي، بس ما يكمل بدون الشراب اللي يمشي معاه. شنو جهزتي لنا شراب؟ أفا عليك، مجهزت لكم سموثي الفراولة مع الموز بطريقة جومون. أول مكون عندنا اللي هو الحليب، ونستخدم حليب الشوفان. وأشكر بهالخصوص Perfectly Pressed لأنهم اللي وفروا لنا اليوم. أي نعم، صاحبة تسنية جميل. أي نعم، وأقدم لها تحية. أي نعم، أي نعم، إحنا استضفناها قبل لأن أنا اكتشفت إن في وايد قواسم مشتركة بينك وبين سنية، وممكن يستفيدون منها رواد الأعمال ويستلهمون حق تطور عملهم إن شاء الله. إنزين. فالحين أنت خذتي اللي مصنوع من الشوفان. إيه نعم. أوكي، والشوفان طبعًا وايد له فوائد، تفضلي. إيه. وممكن إن إذا أحد حاب إنه هو يستخدم حليب نوع ثاني، ممكن أي نوع حليب. هذه الحين لتر اللي هو ما يعادل 4 أكواب. إيه نعم. أوكي. وبنحط فوقه سهالات السموذي من اسمه. إيه نعم. إن أنت تقدرين تحطين فيه المكونات اللي تحبينها وتشوفين إن هي تلوق على بعض. إيه نعم. إحنا بنستخدم الموز. إيه نعم. أوكي، حق اللتر أنا بحب 3 موزات. إيه نعم. ممكن تحلينه بالعسل. إيه نعم. وإحنا في حالتنا اليوم بنحليه بشراب القيقب اللي هو الميبل سيرب. أيوة. إيه. إيه. زين. إنزين. وبنحط الفراولة، هذه عندي تقريبا 1.25 كيلو، وهذه عندي الميبل سيرب بحط أنا كمية قليلة. وممكن بعد الواحد شي يسوي ما يخلي حالي وايد. إيه؟ يحطه ويا التقديم يكون اللي بي اللي يبي يضيف. صح. بالضبط. على الذوق. وبضيف مكون واحد أخير اللي هو الروب النباتي من جومون. إيه نعم. واللي مصنوع من الكازو. نبتدي بس كل اللي علينا نحن نخلط. اي نعم. الحين ايش رايك اختي مريم ناخذ الاطباق اللي سويتيها، وبما ان سويتي جلاس ثالث بتكون سنيه بتي بتكون ويانا ونكمل الحلقه وندردش عن القواسم المشتركه بينكم انت وسنيه. يلا اعزائي المشاهدين، رجعناكم من بعد الفاصل ويانا سنيه عبد العال. هلا سنيه. واحنا في جومون اللي هو محل مريم المنصوري، وبنكمل حديثنا وبنتكلم عن رواد الاعمال البحرينيين اللي في مجال الاغذيه شلون يتكاملون مع بعض ويتبادلون الخبرات. اول شيء ابي تقولون لي شلون تعرفتوا على بعض؟ انا ومريم كنا دائما نتصادف في الورك شوبس والايفنتس والورشات اللي كانت تقدمها اليونيدو. انت سنيه خريجه نموذج البحرين لرياده الاعمال؟ اي انا كنت من يعني من الدفعه اللي قبل 5 سنين تقريبا. وانت بعد مريم خذتي الدوره؟ اي نعم قبل 3 سنوات. وانا بعد شفتكم في اكسبو العام الماضي، وكان على هامش اكسبو دبي، وثنتينكم كنتوا هناك. كنا متواجدين مع الوفد اللي راح حق الانيوال انفستمنت ميتنج. اي نعم. فكنا مدعوين ان نروح، وتوفرت لنا فرص وايد حلوه من قبل يعني من الامارات
من قبل جهات يعني رسمية. الحين قولي لسانية وين وصلتي؟ هو أنا أول ما بديت Perfectly Pressed مع شريكي في العمل قلت له أنا ترى ناوية أدش السوق السعودي، وسبحان الله من ذاك الوقت لين الحين هالأسبوع إحنا قاعدين ننتقل، تخرجنا من البي بي آي سي. فأنتوا تخرجتوا بمعنى أن أنتوا حين صاروا المحل صغير عليكم؟ أي إحنا حالياً 124 square meters يعني 124. أي والمنطقة اللي يعني المكان اللي انتقلنا له 250 square meters يعني تقريباً يعني هو الدبل. بعدين أنتوا وين كان هاي فقط عندكم موضوع الحد؟ قلتي عن السعودية. إيه؟ هل حققتوا حلم السعودية؟ في 2019 وقعنا إن شاء الله نتوسع في السعودية، وطبعاً كان في فترة كوفيد وبنينا المصنع في هالوقت، استغلينا الوقت والحمد لله. وقعتوا؟ وقعنا مع FA Holding. اي نعم اللي هم وشركاء ثانيين. FA Holding اللي هم شركة القصيبي، هم في البحرين مكانهم؟ في البحرين. بس إيه؟ عندكم بعد شركاء من السعودية آخرين؟ اي عندنا شركاء سعوديين، لأنه مهم إذا تدخلين السوق السعودي أو أي سوق اللي تدخلينه يكون عندك local partners. صحيح. يعني سنية أنت الحين موجودة في وين؟ في البحرين وفي السعودية؟ المكان المشترك اللي احنا نشتغل فيه بين البحرين السعودية هو أسواق الدنوب، وبعد في أسواق الدنوب عندنا شيء اللي هو الفريش فودز كاونتر. اي نعم. يعني احنا منطقة مخصصة للأكل الفريش الطازج. اي نعم. وفيها رواد أعمال بحرينيين آخرين اللي هم يحطون منتجاتهم عندنا. اي نعم. لكن انتوا بعد حصلتوا دعم من تمكين. اي نعم. من البحرين، لأن الشركة القصيبي هم بحرينيين، شركة بحرينية صح؟ اي وغير ذلك شركتنا هي شركة بحرينية. اي نعم. فيعني كشركة بحرينية اللي نتوسع يوفرون لنا الفاسيلتي حتى ان نتوسع في برا. اي نعم. لانها تكون من ضمن الشركة الرئيسية. هذه نموذج جدا مهم للتعاون. إيه؟ الخليجي. إيه؟ تجربة نجحت في البحرين، ودائما البحرين تعتبر بلد بايلوت يعني. إيه؟ كتجريبي. طبعا كل سوق له طبيعته، واعتقد حتى الزباين ذوقهم يختلف ولا لا؟ إيه؟ هاي الشيء وايد حلو انه لما تدخل مع لوكال بارتنر، او لما الواحد يدخل السوق مع لوكال بارتنر يتعلم ذوق البلد. يعني صدق. إيه؟ السعودية كلش قريبة منا. إيه؟ بس بعد الذوق يختلف. اختي مريم اظن حتى من مدينة لمدينة في البحرين على صغر البحرين الذوق يختلف، ومو بس من منطقة لمنطقة، حتى من سيزن لسيزن. يعني في أوقات معينة يفضلون مثلا برودكت معين، أقول أوكي هذه اللي بيمشي، ما تشوف إلا لا عقبها بشهرين برودكت ثاني هو اللي يكون البيك. اي نعم. مريم أنت حين أنت بعد قلتي لنا أن عندك أفكار أنك تبين تتوسعين، منتجكم يكمل بعض بعض، فشون صار التعاون بينكم في هالمجال؟ صحيح بالفعل، لأن المنتجات اللي يقدمونها Perfectly Pressed مقدمة حق الشريحة نفسها اللي احنا نقدم لها منتجاتنا كبديلة للألبان. ثاني شغلة الأسواق اللي نتوجه لها نفس الأسواق في مجال ان احنا نتعاون، استفيد من خبرتها كسباقة في ان هي تدخل السوق السعودي، شلون انا ممكن ادخل عن طريق مصنعهم او عن طريق البزنس مالهم. نعم. ان انا اشبك ويا السوق السعودي، وهذه هي الروح البحرينية. بالضبط. التعاون، وان احنا ما نبخل على بعض بالتجربة ونساعد بعضنا بعض. أيوة. وهاي روح صدق يعني احنا حييها فيكم. ايش رايكم ان احنا بعد ناخذ فكره اكثر عن سنية؟ شلون هل اكتفيتي فقط في التركيز على العمل ولا طورتي نفسك في حد ذاتك؟ فتره قبل ما يعني نقرر ان خلاص بندخل السوق السعودي، اغتنمت الفرصه ان اخذ وقت ان اروح ادرس في الخارج. نعم. لان شفت ان هاي مجال عملي اللي حبيت اتخصص فيه، قلت ان ما اقدر اروج عن شيء اللي انا مو بفاهمته 100%. تمام. لان انتم تصممون منتجاتكم. نعم. على حسب يعني الغرض منها. احنا المنتجات انولدت من احتياج شخصي، فانا الشيء اللي اوفره حق بيتي اوفره حق الناس. اي نعم. على اساس انه هو شيء صحي وشيء متكامل. نعم. اصلا العالم قاعد يتغير. اي نعم. خصوصا الجائحه صح. الجائحه يعني. ايه؟ صار التركيز اكثر على ان نبي نقوي المناعه. ايه؟ نبي نكون ناكل بطريقه صحيه، نعيش بطريقه صحيه. فشون يوت دراستك حتى تكمل هذه الجزء وتنمي شغلك في نفس الوقت، ويكون عندك المعرفة حتى تنطلقين لأفاق أكبر؟ في 2019 قررت أن أسجل في كورس في Academy of Healing Nutrition. أي نعم. فرحت في لندن، وهي من أول الأماكن اللي accredited حق أن شلون تحضير الأكل، لأن صدق الأكل ممكن يكون صحي. أي نعم. بس طريقة التحضير
هي الشيء اللي يخليها فعليا تكون صحيه عشان تحافظ على القيمه الغذائيه بالضبط، والسيزونز وانواع الاعشاب وانواع الاكل. فهذه الكورس كان البراكتيكال اي نعم، وفي نفس الوقت طريقه عمليه. وفي نفس الوقت سجلت على باتشلرز ديجري في ناتشوباثيك نيوتريشن علشان شيء يكمل شيء. الحين ان شاء الله برد ابتدي، يعني حطيت دراستي للناتشوباثيك نيوتريشن اون هولد على اساس اني ارد اكملها بعد بعد انشاء. تمام. زين، شنو البرودكت اللي قدمتيها او المنتجات اللي قدمتيها اثناء الجائحه؟ اثناء الجائحه سوينا مثل جرعه صحيه اللي سميناها اون جارد، وهذه كانت مكوناتها من خلال دراستي تعلمنا ان في بعض الاعشاب وبعض الفواكه اللي تساعد الجسم انه يقوي مناعته، يعطي التولز انه يقوي مناعته. نعم. وبالذات مناعه يعني اللي كنا نحتاجها في ذاك الوقت. أي نعم. اللي هو الاكنيشا والبلاك سيد. أي يعني نعم. في وقت الجائحه كان عندنا اكسكلوسيف مع الاسره، سوينا الاون جارد. أي نعم. كان من ضمن الاشياء اللي نوفرها علشان نوفر حق المستهلك شيء اللي فعلا يفيده. مريم، انتوا اثناء الجائحة يعني اكيد غيرتوا نمط شغلكم علشان تقدرون تتاقلمون ويا التغيير اللي صار، فايش سويتوا بالضبط؟ توقفنا عن التوسع في السوبر ماركت اللي هو التوسع الفيزيكي، وصرنا نبيع دايركتلي حق الكاستمر. زين، هاي يعطيكم هامش ربح اكبر. بالضبط، هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه، لان الكاستمر وايد خلاق ويفكر في اشياء ويبي مكان واحد يطلب من البرودكت مالته. نعم. فهذه بروحه خلانا انه يعني البروتوتايب ماله، يعني ما اعرف اذا هاي يصير في ايش اسمه. عاده البروتوتايب انت تنزلين برودكت برودكتين. انا اليوم ام بروتوتايبينج 5 برودكت، وانا منزله 5 برودكت لان عندك طلب من السوق. في طلب وفي اهتمام اكثر في الاكل الصحي والنمط الصحي. في اهتمام صحي لان الناس استقلت هاي الفتره، وايد ناس دخلت دورات قصيره، وايد ناس طلعت اكثر وصار عندها فائض في الوقت. إيه؟ استقلتها في انهم يثقفون روحهم ويطبخون من البيت. صحيح. الحين انتم ايش رايكم احنا ننتقل ناكل الساندويتشز المفتوحه اللي سويتيها حيو مريم؟ تمام. والسموذي وبس، ونتكلم تالي عن السموذي والساندويتشز ان شاء الله. اعزائي، فاصل ونواصل حديثنا مع سنية عبد العال ومريم المنصوري واطباق صحيه وشهيه، كونوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بعد الفاصل، ونواصل حديثنا مع سنية عبد العال ومريم المنصوري في جومون. السندويتشات شكلهم شهي، وكذلك اللي سويتي لنا السموذي. هذه سنية السموذي سويناه على حليب الشوفان. إذن شي تميز حليب الشوفان؟ الأوت ميلك الحلو فيه إنه هو أصلاً بديل الحليب من غير ناتس، لأن وايد من الأطفال عندهم حساسيات من المكسرات، فحق الأطفال وحق الكبار بعد الحليب الشوفان يكون بديل ألطف خلينا نقول. وبعد مريم، انت بعد سويتي من الشوفان منتج استحدثتي اللي هو بالضبط. احنا الحين بعد نفس الشيء في جومون انتجنا منتج بديل حق الماكن تشيز، سريع التحضير. وقوامه من الشوفان. هذه بعد يسد ثغره ان احنا نستخدم شيء بديل عن المكسرات. انا بس بغيت اسالك مريم، انت ذيك المره قلتي لنا ان انت مو بس بنت المدينه، انت بنت صادرات. بنت صادرات. شو اخبارك ويا صادرات؟ الصادرات طبعا قدموا لي دعم وايد كبير خلال الفترة اللي طافت. حاليا عن طريقهم احنا وقعنا ويا برادات اللولو. إيه نعم. وبعد راح نوقع بعد جريب ويا طلبات مارت على اساس ان احنا ندخل سوق البحرين ومنها ننطلق حق السوق الخليجية بشكل فعال وقوي. وسنية، انت من جانبك شنو عندك افكار جديدة وشنو تطلعاتك؟ احنا ان شاء الله نخطط ان نفتح في مدينه ثانيه في السعوديه. اوكي. وبعد ذلك لنهايه السنه نخطط ان نفتح في دوله خليجيه اخرى. لا تنسين مريم ويا الدولو. لا اكيد. اكيد اكيد. شوفكم الحين نستمتع بالسندويتشات وشراب السموذي من الاوتميل والبيريز او الفراوله. قبلها شراكم نودع الجمهور، شكرا على هالوقت الحلو اللي قضيته معاكم، وان شاء الله يصير لقاء ثاني وياكم بعد 5 سنين ثانية، وأشوفكم في مجالات أرحب وأوسع وتكونوا منطلقين للعالمية بإذن الله وتحققون كل أحلامكم. أنتم نموذج ملهم للتعاون بين رواد الأعمال البحرينيين، وملهم حتى اللي عنده فكرة أنه يتبع شغفه ويتبع
حلمه ومثل ما قلتي يقرنه بالعمل. بالضبط. صح. وإن شاء الله التوفيق للجميع. شكرا. إن شاء الله. نودع الجمهور. مع السلامة. مع السلامة. نشوفكم في الحلقات القادمة. الله معكم.